السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، ازيكم عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالنا كتير ما طلعناش مع بعضينا نتكلم فيس تو فيس، مقضيينها كده مستخبين شوية، ولكن هي بعض الظروف المرضية يعني الواحد ما يحبش ان هو يتكلم فيها كتير علشان يعني ما نتفهمش فيها غلط. المهم يا سيدي، انت عارف ان كل سنه في شهر 8 من عيد ميلادي ماي بيرث داي. كل سنه وانت طيب، تمام، وانتم طيبين طبعا لان انا موجود معاكم. فاحنا كل سنه بنعمل ايه؟ بنروح منزلين شويه عروض جميله كده، نظبط ده الدنيا مع الساده الافاضل حبايبنا الحلوين، سواء اللي موجودين هنا على القناه او على اي وسيله اخرى احنا بنتواصل فيها سويا. طيب ايه عروضك بقى يا حاج محمود؟ بص يا سيدي، رقم واحد المهوجني، انا عامل لك عليه خصم 100 جنيه. عاملك عليه كام؟ خصم 100 جنيه. طب كام السعر؟ ما انا مش هقول لك ليه، لان مثلا انا ببيعه دلوقتي ب 10 قروش، افرض بكره قلت لا ده انا ببيعه ب 9 قروش وعليه خصم 100 جنيه كمان هتاخده ب 8 قروش، وفهمت يا ناصح؟ فانت خليك ناصح، بس انا مش بقول لكش السعر كده عشان ده شيء مبهم، لا خالص، بس علشان ممكن تهب في دماغي اروح منزل لك خصم تاني. وصلت يا نجم؟ ما هو احنا حبايبنا اللي بيتعاملوا معانا بيجي يسال على حاجه اقول لك انا عايز الخصم ال 5% او ال 8% اللي انت قلت عليه، لا والله والله ابدا ما بياخد الرقم ده، بياخد ازيد منه. ليه؟ اصل اي حاجه، انت فاهم؟ بنحاول نمشي الدنيا، بنحاول نمشي الدنيا في شغلنا كله عموما، والله الذي لا اله الا هو مش موضوع تجاره ولا بيع ولا شراء، ولكن احنا مؤمنين بفكر وثقافه بنحاول نمشي بيه الدنيا وبنحاول ننشره وبنحاول نزرع في كل مكان. طبعا انت شايف الجو عامل ايه؟ الجو ولع، وايه السبب؟ مفيش اشجار طبعا اللي تقطعت كلها، فاحنا بقى بنقوم بدور ان احنا بنحاول نكثر في زراعة الأشجار الخشبية في كل مكان في مصر، سواء بالشتلات أو بالعقل أو حتى بالبذور اللي احنا شغالين فيها. فعروضنا إيه بقى عشان ما أطولش عليك الفيديو؟ بس تعمل لايك للفيديو وتكتب لي تحت كل سنة وأنت طيب يا نجم، كل سنة وأنت طيب يا نجم، حبيب قلبي، كل سنة وأنتم طيبين. بص، المهوجني عليه خصم 100 جنيه، أي كيلو هتاخده مهوجني عليه خصم 100 جنيه، مش بس كده هتاخد عليه 3 هدايا كمان. ثلاث هدايا كمان. يلا ابو حمد بيضحي. البان العربي معلوش خصم، البان العربي معلوش خصم عشان ده وجع قلبي لحد ما جبته حرفيا يعني، وكمان الكميه اللي موجوده منه مش كتير. طيب عملنا لك عرض الكيلو الخشبي ده معلوش خصم لانه هو اساسا ب 1300 جنيه وفي 21 صنف، 21 صنف، ولو ما تعرفش ايه هو هتلاقي الفيديو بتاعه موجود تحت في صندوق الوصف. طيب ايه تاني؟ العرض بتاع كيلو الاشجار المحببه للنحل، هو مش كيلو، بص يعني هو عرض الاشجار المحببه للنحل، دول تقريبا 11 شجره متجمعين كده في شويه كده في كيسه، جميل، فيهم 11 شجره محببين للنحل. لو انت حضرتك حابب ان شاء الله باذن الله تشتغل على منحل او تنشئ منحل فيهم كل اللي انت عايزه، ودول بكام؟ ب 1200 جنيه بدل 1400 جنيه، شفت بقى؟ شلت لك 200 جنيه، شلت لك 200 جنيه. طيب حضرتك لو عميل قديم واشتريت مني بذور خلال الفتره اللي فاتت، ايه بقى؟ ليك خصم 15%. تخيل؟ ليك كام؟ 15% خصم. احلف بالله، والله الذي لا اله الا هو هتاخد 15% خصم. طيب لو انت عميل جديد مش هديك خصم؟ لا هديك. ايه يا عم؟ وربنا لا اديك، انا قادر اديك فهديك. ماشي، اديك كام بقى يا نجم؟ 8%. طب ليه 8%؟ عشان عيد ميلادي. وصلت؟ عشان عيد ميلادي، انت فاهم؟ فهتاخد 8%. يعني ما افتكرش ان انا مربي دقني دي مشيخ، يعني نتمنى من الله ذلك، ولكن مربي عشان اقعد اعمل كده. تعبتوني، تعبتوني يا جدعان. طيب البذور اللي احنا بنبيعها دي هنعرف نزرعها؟ اه طبعا هنعرف نزرعها. طب انت كنا عاملين جروب على الواتساب، ولكن انا بعتذر للساده الافاضل، انا بمسح جروب الواتساب. ليه؟ لان احنا خلال فتره قريبه 3 4 5 ايام جبنا ال 1000 وشويه اللي هو العدد المسموح اللي موجود في جروب التليجرام. طيب عملنا ايه؟ جروب الواتساب، عملنا ايه؟ عملنا جروب على التليجرام، وده بيشيل اعداد كبيره جدا. فاي حد هيخش جروب التليجرام ويشتري من جروب التليجرام ليه هدايا، والله ليه هدايا، هياخد خصومات وهدايا، وده طول شهر 8، والفيديو ده موجود هنا على القناه دلوقتي، وما تجيش بعد شهر 8 تقول لي فين الهديه بتاعتي لاني بطلت. الحق اشتري في 8 عشان بعد 8 هنرجع تاني لاسعارنا، وهنرجع تاني لشغلنا ومفيش خصومات. حلو؟ طيب الشتلات، هقول لك حضرتك على حاجه، انت عارف ان احنا بنبيع المهوجن ب 15 جنيه صح؟ صح، امن على كده. بقى احنا بقى لنا سنتين يعني من السنه اللي فاتت احنا ما بنزودش سعرنا غير الفتره بتاع الحجز المبكر، ودي الناس لسه ما استلمتش مش عارف ليه والله. يعني احنا يا جماعه اللي حاجز عندنا مهوجن يجي يستلمه بعد اذنكم لو سمحتوا، يعني الحاجز مهوجن يجي يستلمه يا جماعه، يجي يستلمه يا جماعه، في ناس استلمت وفي ناس مش عارف بقى في ايه. المهم احنا بنبيع المهوجن ب 15 جنيه صح؟ صح، عليه خصم؟ اه عليه خصم، بس شرط ان انت تاخد 1000 عود. لو خدت ال 1000 عود هفاجئك، هعمل لك خصم محترم جدا.
تاخد 1000 عود تبقى حبيبي وصاحبي وكفاءه وعامل لك خصم، اقل من كده مالكش خصم. معلش معلش نشيل بعض، ما حدش بيعمل الكلام ده دلوقتي صدقني، ما حدش بيبيع بالاسعار اللي احنا بنشتغل بيها. تمام، هيطلع لي واحد محنك يقول لي طب المهاجن بس، لا يا سيدي، المهاجن الافريقي والقفور الليموني والثرو البلدي والصنوبر وكذلك الخور، تمام، دول كلهم عليهم خصومات، بس تاخد 1000 شجره. خدت ال 1000 شجره هتاخد الخصم بتاعك وهتاخد معاهم اخوك، اشراف ورعايه واهتمام وتسميد، مفيش احسن من كده، مفيش احسن من كده. يلا تحت على طول تعمل لايك للفيديو، وهتلاقي جروب التليجرام موجود الرابط بتاعه في صندوق الوصف، وقول لنا كل سنه وانت طيب، وما تنساش يا صديقي العزيز تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. تحياتي ليكم، محمود حمدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.